نردوا الامانه الى اهلها. انت ربي عطاك الامانه وربي قال في حقها هذه الامانه اللي عندك. واعظم امانه هي امانه الدين. رد بالك الامانه اللي قال فيها رب العالمين: والتيني والزيتوني وطور سينينا وهذا البلد الامين. كنستنتجوا في هذه الايات بان رب العالمين كيحلف، ربي كيقسم، ربي كيحلف بانه خلق وابدع في خلق هذا الانسان. ربي قال لك في احسن تقويم. ايوا انت السنان ديالك دمرتيهم بالجوانات، السنان ديالك هرستيهم ها بالحلان القراعي ديال الخمر. ربي قال في احسن تقويم، وفين هي احسن تقويم؟ القلب ديالك خربان، خصك تمشي على الطبيب، خصك دير كذا، خصك الصحيحه ديالك ضيعتيها في الملاهي والعيالات وخلت الحياة. ستسال عن كل هذا. خصك هذا الجسد ترد المولاه كيف ما عطاه لك. رد بالك هتسول على هادشي هذا. ربي قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. واش هترد الامانه الى اهلها كما ملكك اياها؟ ورد بالك، رد بالك، رد بالك واحضر راسك. ستسال لا انت لا انا معاك. وربي قال وقفوهم. علاش سيدي ربي؟ ربي قال لك انهم مسؤولون. متابعي قناه ابو حفص الحيلي مرحبا بكم. ما أجملك، ما أروعك أيها البحر الجميل، من بعد ما اختلى منك فسقة الفاسقين والفاسقات وتبرج المتبرجين والمتبرجات. وها أنا يا إخواني الرجال، يا أخوات العفة، ها أنا الآن أعيش أجمل اللحظات في البحر بالسباحة والجري، والله سبحانه وتعالى راضي غير غضبان. وكذلك ومثال حتى لا ننسى بأننا عندما ندخل الفرح والسرور على أنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه: ولنفسك عليك حقا. عندما تبتتل الأوامر وتجتنب النواهي فاعلم علما جزيما بأنك تدخل الفرح والسرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في القبر دياله النبي، النبي النبي صلى الله عليه وسلم. كتدخل الفرحة والسرور على سيدنا النبي وهو في القبر دياله. سيدنا النبي، النبي قال بحديث صريح مالح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي حديث آخر شنو قال سيدنا النبي؟ كما جاء في معنى حديث رسول الله، في المعنى ديالو سيدنا النبي كيقول كيبين: إلا رد الله علي روحي حتى يسلم عليك سيدنا النبي. إلا سلمتي على سيدنا النبي الله عز وجل كيرد الروح لسيدنا النبي بس سيدنا النبي يتجاوب معك. هلم بنا إلى السباحة. بسم الله. عدنا الصح والمسانة، الله يبارك. الله أكبر. بوسيلة السجود والتقرب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى شك في ذلك بأنه سيقرب لك كل الأشياء، فاسجد واقترب حتى يقرب لك كل شيء.
وهو القائل وقوله الحق. لله خزائن السماوات والأرض. للأسف الشديد ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله ملك السماوات والأرض. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعدكم الفقر. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال سبحانه الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا كنتي كسول مارة كسول ما تعرف دير والو في البيت ديالك، سبر ديال مليحة وعمل هادي نص ساعة المعجنة يوميا تولي دوريجين. نص ساعة والكسالة واخوتي الكسالة ها هادي. نصف ساعة عندك. ما مشى معك بس ها فيا بوز اللوم ها فيا الصياتيك. والله ما كنضحك والله ما كنتشفى عياذا بالله. نعوذ بالله. الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا فقط من باب الدين النصيحة، من باب الدال على الخير كفاعله. يا واش تانا بين واحد ضيع صحيح سوف الخاويو والجمع مع الخاويو والسهر الليالي والجواناتو والشقوفة شتانا. سيدنا النبي قال في الحديث: وربي قال لك ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد يسمع اش كتجي حداها مباشرة كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي حديث آخر عن خمس بالتمام والكمال: سيسألك الله وأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ومن ضمن هذه الأسئلة: مال ديالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ شبابك، الشباب ديالك فيما أبليته كما جاء في معنى الحديث. نعم ستسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل الأربع. شبابه فيما أبله. شو سيدنا النبي هنا؟ شو سيدنا النبي؟ لأنه كلامه وحي من الله صلى الله عليه وسلم. شبابه فيما أبله وعمره فيما أفنه. شو؟ الشباب ثم العمر. شبابه فيما أبله وعمره فيما أبناه. شو ها هنا في هذه النقطتان؟ شبابه فيما أبلاه ثم عمره فيما أبلاه شبابه فيما أفنه. ورد بالك الحبيب ديالي من كل يعني السبب ديال كل هذا ها باش تستهلك بلا ما تهلك. وعندك راه الأمانة كيف كنقولوا ها.
نرد الأمانة إلى أهلها. أنت ربي عطاك الأمانة وربي قال في حقها هذه الأمانة اللي عندك، وأعظم أمانة هي أمانة الدين. رد بالك الأمانة اللي قال فيها رب العالمين: والتيني والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كنستنتجوا في هذه الآيات بأن رب العالمين كيحلف، ربي كيقسم، ربي كيحلف بأنه خلق وأبدع في خلق هذا الإنسان. ربي قال لك في أحسن تقويم. إوا أنت السنان ديالك دمرتيهم بالجوانات، السنان ديالك هرستيهم بالحلان القراعي ديال الخمر. ربي قال في أحسن تقويم، وفين هي أحسن تقويم؟ القلب ديالك خربان، خصك تمشي على الطبيب، خصك دير كذا، خصك الصحيحة ديالك ضيعتيها في الملاهي والعيالات وخلة الحياة. ستسأل عن كل هذا. خاصك هاد الجسد تردو لمولاه كيف ما عطاه لك. رد بالك هتسول على هادشي هذا. ربي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واش هترد الأمانة إلى أهلها كما ملكك إياها؟ ورد بالك، رد بالك، رد بالك وحضي راسك. ستسأل أنت لأن معاك. وربي قال وقفوهم. علاش سيدي ربي؟ ربي قال لك إنهم مسؤولون. ومع السلامة. ومن القلب تهدرت. أنا المتعة والجمال والبحر خالي من فسقة الفاسقين من بعد ما الصياد بوحديتي بوحدي 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 أنا أشو شو شو الله يبارك. هادشي كيعجبونيش أصدقاء ديالي كيقولوا لي السين نحيلي أنت اللي فهمتي هاد الحياة. والله ما كذبت، والله ما كتبتوش، ما كتبتوش، قلتوا غير الحق. ياسمينة الله عيش ادريويش، متعة حلولو إنه الجميل. سي الخميس موظف ديال السجن، عندما أدخلوني إلى السجن على أبواب السجن دعمني هذا الرجل بهذه الكلمة. سي الخميس قال لي: وجميل وخي غسل من الاثنين حتى الاثنين. والله أنت جميل يا عمر، أنت جميل. الله الله جميل جميل والله. الآن أصبحنا يعني نسبح من أجل اختبار هذه المياه العذبة، لأننا نحن أهل الدراية. شش الله شي 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 الإخوان، أنا دابا بإذن الله كنستعد إن شاء الله بإذن الله، وكنتمنىكم تدعموني غير بالكلام الطيب. أنا ملكت الدنيا والله، عندي المال، عندي المال الحمد لله. أنا كنتمنى غير الدعم ديالكم تدعموني. عندي واحد الحلم والله يسهل فيه، بغيت نضرب ماراطون، بغيت نضرب واحد 42 كيلومتر يعني جريا. نتمنى من مولانا يتم عليا النعمة ونجيب شي نتيجة تكون إيجابية فرجائي في الله. وهذا ما كنضرب إن شاء الله، نضرب شي جرية نقدر نوصل حتى الأصيلة ونرجع لتحضرت. أنا في تحضرت، شي جميل والله جميل. الغزال الله يرحم والديك، شكرا. الله يحفظك، الله يرحم والديك. شي أصدقاء ديما في الوقاية المدنية كيحيوني على جزيرة البحر. الحمد لله كنمشي شي بلاصة زعما كنقول أنا بوحديتي، ولكن كيف ما قال ربي العالمين في حق سيدنا النبي قال له: فإنك بأعيننا. وقيلا جايب لنا داك جيبسكي يعني كانوا حاضيني باش من عمر الغرق ينقذوني. والله إلا بالجيبسكي ديالهم كلش جميل. أنا نقدر نصور لكم شي شوية عليهم. السلام عليكم الإخوة، مع السلامة، مع السلامة. ها الخدمة ديال سوماجيك الحبيبة، الخدمة ديال الشركة ديالنا سوماجيك،
تهضرت. مع السلامة. تابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.